شنو نقول لك اخويا؟ كان رجل بما طيب وخلوق وعزيز عليه الضحك. واش نقول لك اخويا؟ الله يرحمه ويوسع عليه. عشنا في الدار البيضاء حياه زوينه بزاف، وكان عزيز عليه الاصدقاء ديالو يجيبهم للدار ويكرمهم، ومن سي العزوزي عنده فكره. واش نقول لك؟ وعزيز عليه وليداته حتى هما. شحال من سنه الزواج؟ من 1984. تبارك الله. شحال الوليدات خلات؟ ثلاثة أنايا، عندي ثلاثة الحمد لله، ودابا راه زوج في كندا وغويتها هي. إيوا الله يرحمه. ولكن عشنا في واحد المدة بعد ما عطاه سيدنا الوسام كان عيد الشباب في طنجة، وأصروا صحابو ديال طنجة قال لي هو اللي سكن معنا في المدينة. وهو مسكين تلمو ظريف بزاف معاهم، ما رفضش لهم الطلب، قلبوا له على الدار وجابوه وقالوا له واش عجباتك؟ عجباتو، وخدينا الدار ديال طنجة وجلسنا فيها بعد ما خدا الوسام في عيد الشباب. وجلسنا واحد المدة ديال 3 سنين. عيطوا له الناس ديال مراكش وقالوا له تعاود ترجع عندنا لمراكش. قلت له انا ما قلتليهش لا، واخا ما كانش كانت عجباني طنجة مزيان، حنا مواليها الله يعمرها دار. ايوا وجينا جلسنا هنا اون فوا، جلسنا السنة الأولى في مراكش، بدا مولاي تاعهم كيمرض. ما نقولش لك تبوشوا له العروق في الرجلين بمساهمة ديال مولاي رشيد ولي العهد أخ سيدي مولاي العهد سي محمد السادس. ناد مسكين دخل الله كلينيك في رياض السلام في الرباط، وكنا كنمشيو من مراكش للرباط باش يصرح العروق برجليه. وفي نفس الوقت كانت عنده تيمور في لافيسي، وما داش ليها الغايه وخلاها. بعد ما تعالجوا العروق عاد ما لقى لا تيمور كبرات ليه، سيتي تخو طاغ باش يحيد لافيسي. قالوا له حيد لافيسي وما إلي تي كونتخ. الوغ من بعد هو بدينا الاجراءات ديال الشيميوثيرابي والراديوثيرابي بالمساهمه ديال سيدنا الله ينصرو محمد السادس لمده ديال 3 سنين في كلينيك لو مراكش، يوميا في لاكلينيك، وبنتو تتنعس معاه في لاكلينيك، وانا غاده جايه نجيب ليه الماكله ديالو. مسكين وما تيبغيش ياكل غير الماكله الدار، كتعرفوا ملي الدار ما عزيزش عليه الماكله ديال الزنقه. الوغ في الاخر هو يمسكن من العيد، من العيد لدابا لا بلاتي. ومني تكرطوا له ديما تكرطوا لافيسي، والى درجه مشى داك الشيء جاتو لا ميتاستاس. الوغ داك الشيء سرح له في الجسم كامل، والواحد الدرجه ما تصورش، ومشى له البوا ديالو كامل. وقالوا لي من رمضان من العيد الصغير لدابا رمضان دوزو مزيان كياكل كل شيء، غير هو مسكين تيقول لك انا علاش ضعافيت، مالغري انا ما تنقوليش اش عنده. كنخبي عليه بزاف الحوايج. الله عارف كان عنده كونسير، واش اون فوا كيديروا لي ديك تيكرطوا له، كنقول له انا مولاي الطار ما بقى فيك والو، بريتي كرطوا لك صافي ما بقى عندك والو. كتعطيه الامل. تيقول لك انا الا عيط له كيقول لي انا راه غير نصحاه ونغلا، جو في روبخوند وغادي نخرج عندكم. ديما تيقول لك اعطيني الفانيد باش نغلاض، اعطيني الفانيد باش نصحاح، انا راه ما بقى لا عندي لا كونسير لا والو. ايوا في الاخر في نهار العيد كلا معنا ذاك الفطور ديال الهربل صافي. لو لوندوما كنتسناو الراجل ياكل هذاك الى درجه 11 يوم لا ماكله لا شراب والو. الور عيط للطبيب ديالو مول هذا لوغولوغ ديال الكلوى، حيت كانوا حيدوا له وحده مسكين كانت تقاست. قلت له راه مولاي الطار ما بقاش كيشرب ما بقاش كياكل. قال لي
عندك جوج الحوايج، انت راه عارفه كل شيء وما كتبغيش تقولي ليه. من الاحسن تهزيه لا كلينيك، يبقى في العنايه المركزه، ولكن عرفي راه السيد غادي يخرج. ما كاين امل، ما كاين امل ديريكت. عرفت واش كاين؟ قلت لها لا، انا لا جو انا ضد هذه الفكره، ونفضل انا راجلي يبقى في الدار تحت عينينا حنايا كاملين، ونديروا لي كالمون. واحسن عنايه هي هذه. وياكل اللي بغى ياكل، الا قدر ياكل، الى هذا الصباح مع الخمسه الصباح مسكين وداسي ربي. ايوا الله يرحمه مسكين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.